تتواصل عملية الإشراف والنزول الميداني واللقاءات الموسعة لقيادة وزارة الأوقاف والإرشاد اليمنية باللجان التابعة لها لبعثة الحج لهذا الموسم، ولتجاوز أي سلبيات رافقت الأعوام السابقة، ولتحسين جودة الأداء والارتقاء بعمل البعثات نحو الأفضل. أكد وزير الأوقاف والإرشاد رئيس مكتب شؤون حجاج اليمن الشيخ محمد بن عيضة شبيبة على أهمية توعية الحجاج اليمنيين بأداء مناسكهم بالصورة الصحيحة، وترشيد الناس إلى فضائل الأعمال ووحدة الصف، وتبصيرهم بالأحكام الشرعية. ويأتي اليمنيون إلى هذا الموسم ولسان حالهم، وزورنا البيت أيتاما كبارا، حملنا المزعجات بلا بكاء، لكن يخفف عنهم هذا الألم الذي أتوا به أنهم أتوا إلى هذه الرحاب الطاهرة، وهذا واجبنا نحن كدعاء وعلماء ممثلي وزارة الأوقاف أن نتكلم مع الناس كما قال سبحانه: وقولوا للناس حسنا، فنتكلم معهم بالحسنى والإحسان حتى لا يؤدوا فقط فريضة الحج، بل واجبنا أيضا أن يعودوا بنفسيات أفضل من التي جاءوا بها. تحدث مع الوزير جزاه الله خيرا على كثير من القضايا التي ينبغي أن نتنبأ لها المرشدون والدعاة في هذا الموسم مع الحجاج. موضوع توضيح مناسك الحج بالشكل الذي كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم. وأشار الوزير إلى أن الوزارة أضافت في هذا الموسم لجنة العلماء للإفتاء ولجنة الواعظات لترشيد النساء في هذا الموسم. أنس الحسني لقناة الغد المشرق، مكة المكرمة.